أنا حياتي شخصياً أنا بعدني واقفة هونيك بهيديك النهار بهيداك الوقت بهيداك التاريخ، بس أنا شخص يلي شايفتيني الشخص يلي كان مات، الشخص مات هونيك. سو أنا بالنسبة إلي ما كفيت، يعني الإنسان ميراي يلي أنا ما كفيت، هيدا شخص تاني عم بعيش لأنه موجود بالحياة. العدالة هي أنه كل واحد كان هيدا السبب بهيدا القضية لازم ينقال اسمه، ويمكن أحسن لهم يتحسبوا على الأرض لأنه عدالة السماء رح تكون يمكن أصعب بكتير. طب إذا واحد ما عنده أمل شو بيعمل؟ بيقعد ببيته بيتكتف؟ إنه at least we have to do something. لازم نقول إنه نحنا هيدا القضية ما ماتت ونحنا بعدنا ناطرين العدالة. إذا بديك مزبوط نحنا ما لازم ننزل، أنا لازم أكون قاعدة بقوتي عم بندوب حظي يعني وعم بندوب حالي. هيدي القضية قضية اللبنانية، كلهم لازم يكونوا على الطريق بهيدا النهار يقولوا إنه نحنا منرفض الإفلات من العقاب، منرفض إنه عاصمتنا تفجرت وما حدا ولا واحد قاعد ولا واحد انحط مسؤول بأربع سنين.